السلام عليكم. اليوم معكم شيف بيل الجحيش في حصة جديدة باتيسي. اليوم راح ندير لكم تشيز كيك باسك. عندنا المقادير الأولى تاعنا لو كرومبل، عندنا لو بور، لي زامون دون بودر، سكر غلاس اي لا فارين، وعندنا لا بارايا تشيز كيك. عندنا فيها الماسكاربون، لا كريم فريش، لا فارين، سكر اي فروماج بلون. يلا نبداو. حاجة الأولى اللي نديروها راح نحطو لي بودر تاعنا كامل في ان بول. هنا خيرت نخدمها بيدي، لا كونتيتي صغيره دونك نقدر نتحكم فيها. نزيدو لو بور، ونخلطوها حتى تولي اون بات. فوالا لا بات تاعنا وجدت. نسكرفجوها في اون بلاك. فوالا هنا حطينا بابي كويسون، جيبو سكرفاج اي نسكرفجوها هنايا. ونقدروا تاني نحطوها تبرد شويه، مي هذا هاد لو كرومبل ديجا راهو متماسك دونك يفوت لي نورمال في سكرفاج. لو كرومبل تاعي وجد دوكا، ما يبقى غير نطيبو في لو فور. فوالا حطينا الكرومبل تاعنا يطيب، دوك راح نبداو لاباراي تشيز كيك. دوكا نوجدو لاباراي تشيز كيك. لاباراي تشيز كيك لي زانغريديون تاعنا كامل نخلطوهم كيف كيف. هنا عندنا لو فروماج بلون، الماسكاربون، لو سكر، لا كريم فريش، اي لا فارين. هنا حطينا اون باليت في الباتور ديالنا ونبداو ندورو. لاباراي تاعنا راهي واجده، شوفوا لا تكستور تاعها. فوالا ليس اونكتوز. دوكا نروحو نخرجو الكرمبل ديالنا، نبردوه باش نكملو لي زيتاب اللي بقاو، نرجعوا بعد الفاصل. الكرمبل تاعنا راه واجد، دوبنا له الزبده، لاباراي تاعنا ثاني راهي واجده. دونك راح نخلطوا الزبده مع الكرمبل، نيطاليوهم في امول تاع 18 سنتيمتر. حطينا له بابي كويسون من لي كوتي ونفرغوا لاباراي تاعنا. فوالا نفرغوا لو كرومبل تاعنا داخل المول. فوالا اون طاسي لو كرومبل تاعنا، دوكا نفرغوا لاباراي تشيز كيك تاعنا. فوالا ودوكا نحطوه يطيب في الفور على درجة حرارة 200 درجة مئوية مدة 30 دقيقة.
حطينا التشيز كيك تاعنا يطيب، دوكا راح نوجدوا لاغاناش او شوكولا نوار. عندنا لا كريم فريش، الحليب، لو بور، سكر انفيرتي والشوكولا نوار تاع باتيسي. نقطع الشوكولا تاعنا مام للميزان سهله، طابلات فيها 250 غرام، دونك كي تقسموها على النص 125، كي تقسموها على 4 تلقاو لا مواتي تاع لا كونتيتي، دونك فاسيل للخدمه. دوك الشوكولا تاعنا نحطوها تذوب في الميكرووند، وكل واحد كيفاش يحب يذوبها، كان يحب يذوبها في بماغي فوالا. نحطو الشوكولا تاعنا تذوب، دوكا نروحو نسخنو لا كريم فريش، الحليب اي سكر انفيرتي. فوالا نحطوهم يسخنوا، فوالا الشوكولا تاعنا دابت. فرغوها في ريسيبيون كبير، فوالا لولي تاعنا مع لا كريم فريش و سكر انفيرتي غلاو. دوكا نبداو نفرغو بشويه في الشوكولا تاعنا، ديجا نكريو لو نوايو نزيدو اون دوزيام فوا. دوكا مبقات غير نكملو لها الزبدة، لاغاناش تاعنا راها واجدة، راح نكملو الديكور إن شاء الله بعد الفاصل. التشيز كيك تاعنا راه واجد، خليناه برد. لاغاناش تاعنا تاني راها واجده، دوكا نوريلكم لا ديكوب ديالو. شوفوا التشيز كيك كيفاش راهو كريمي من الداخل. دوكا مبقى غير نحطو له لاغاناش تاعنا اللي وجدناها، شوكولا باتيسي 64، واللي يحب يكون غورمون يزيد زيادة. أنا جبت هنا دي فروي روج كيما لا فرومبواز، إميرتي et les murs.
فوالا نزيد نزينهم شوية سكر غلاس فوالا التشيز كيك تاعنا وجد. ان شاء الله لا روسيت تكون عجبتكم، وان شاء الله نتلاقاو في الحصة الجاية.